هذا المكان يقال له الحني قديماً، والإشارات القديمة التاريخية تشير إلى أنه الفارعة أو الموصل قديماً قبل أكثر من 1200 عام. هذه المنطقة الحني التي الآن نجد لها آثار ضخمة، ولكنها كثيراً منها مندفنة الآن. هذا أحد المجسات المهمة لهذه المنطقة، لتقدم أيضاً لنا صورة ما كان سابقا في هذه في هذا الحي. نعم، هذا الآن نموذج قديم. المدينة حجر اليمامة يقدم الإنسان له التصور قبل 1500 سنة. النظام العمراني الموجود في حجر اليمامة هذا نظام مماثل له. وأنا أذكر الحقيقة قبل 20 سنة اكتشف أحد الباحثين الزملاء الأستاذ محمد الحمود، له الحقيقة الفضل بعد الله عز وجل في اكتشاف أيضا هذه المنطقة، اللي نتمنى أيضا أن تزاد الحقيقة البحوث وإجراء الاكتشافات عليها. لكن الآن هذا التصور القديم، المباني المعمارية، الطرز المعمارية الموجودة في حجر اليمامة العاصمة التاريخية لمدينة الرياض، هذا أحد النماذج التي ننتبه لها الحقيقة، وتقدم أيضا لنا الفكرة عن البناء العمراني في مدينة حجر اليمامة. كم عمر هذا المبنى؟ يقدر الآن تقريباً من أكثر من 1200 عام. يعني البقايا التي وجدت في هذه المنطقة تدل على أنها آخرها أحد القطع العملات القديمة في سنة 127 من الهجرة. فإذا بالتالي نجد إلى أن هذه المدينة أكثر من 1300 سنة على وجود تلك العملة التي في تلك الفترة. نعم، وهي بلدة تابعة لحجر اليمامة قديما ولا خارج حجر اليمامة؟ لا، هذه أحد البلدات الملحقة بحجر اليمامة قديما. حجر اليمامة هي العاصمة المركزية لمنطقة اليمامة، وتوجد عن هذا المكان تقريبا من الجهة الشمالية قرابة 7 أو 8 كيلومترات. لكن هذه البلدات القديمة المتصلة بوادي حنيفة، وهذه هي إحداها.